إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. وحنا عطينا لها وعطينا للمشاريع ديال المغرب، والله ينصر سيدنا. وحنايا راه باقين معتصمين وغادي ندخلوا عن اضراب عن الطعام. دابا كنوجه هذه الرساله للمسؤولين ديالنا، السلطات العليا ديالنا، كنشكرهم. كنوجه هذا النداء للوزاره ديالنا باش يشوفوا من حالنا، راه حنا ضايعين تحت الشتاء، وحنا راه بلا ماكله، بلا اكل، بلا فراش، بلا حتى شي حاجه. دابا عاش الملك، ورحنا حقوقنا راه ما نتخلاوش عليهم، ولو ما يبقاش فينا عرق. هاد الناس كل واحد من اي مدينه، كاين اللي من اكادير، كاين اللي من تارودان، كاين اللي من الصحراء، كاين اللي من ورزازات، كاين اللي من تازه، كاين من القنيطره، كاين من سطات، كاين من مدينه بني ملال، من ازيلال. هاد الناس راه ضايعين كلهم، راه حنا ضايعين، ولادنا تشردوا، شردوهم هاد الناس. وهاد الناس المسؤولين ديالنا راه دايرين بروجيات ديالهم فين يتمتعوا، ودايرين المحميات فين غيتمتعوا. المسؤولين ديالنا ديال هاد الشركه فرنسيه دايرين الاموال الطائله فين يتمتعوا، والمحميات فين يصيدوا، فين يتمتعوا، وحنا يتشردوا ولادنا. هذا عيب، عار 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 نتشردوا في بلاد الحبيب المغرب، عار. هذا عار. كنوجه هذا النداء للسيد العامل ديال اقليم التماره، الصخيرات، عين عتيق. حنا كنتواجدوا حاليا في عين عتيق، راه حنا مشردين. كنوجه هذا النداء للدرك الملكي، راه حنا مهددين في الشتاء وفي البرد. دابا راه الى مات شي واحد، انايا اتحمل لهم المسؤوليه. الى مات شي واحد، وكاينين الناس اللي مرض بالسكر، انا شخصيا مريض بالسكر، الى وقع ليا شي حاجه اتحمل مسؤوليتي لهذه السوسيتي، لهذه الشركه اللي دارت فينا هذه الحاله من 2018، وحكم الحكم وديالنا الصالح ديالنا، وشردونا هاد الناس. وعاش الملك، وعاش الملك، الله ينصر سيدنا. وكنتمناو الفوز للمنتخب المغربي، كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي، وعاش الملك. كنتمناو الكاس المغربي ان شاء الله، واخا حنا مضرين وصل فينا العظم، واني كنتمناو الكاس يكون ديالنا من النصيب ديالنا ومن المغاربه ديالنا. كنشكروا افاده، كنشكروا الاعلام المغربي، شكرا لكم بزاف، عطيتونا الفرصه وعطيتونا الفرصه، كنشكركم. دابا من مور هذا اللايف اللي درنا معكم، جات السلطات ديال عين عتيق، منهم واحد باسمي باشا ورجل درك ملكي، كنوجهوا لهم هذا النداء بان راه حنا معتصمين على حقنا. حنا راه ما كنطلبوا شي حاجه، هاد الناس خدامين معاهم 32 سنه اللي حنا ضحينا بحياتنا، وانتوما كتجيو هاد الساعه كتقولوا لنا نحيدوا الميكان اللي حنا كنضربوا منها للشتاء. هذا الشتاء الناس راه لعبه الكاس العالم، وكنتمنوا الفوز للمنتخب المغربي، وحنايا راه مشردين، والحمد لله راه مشردين عائلتنا. وانتوما راه مشيتوا تنعسوا في ديوركم سخانين، وحنا راه في البرد، وحنا راه باقين معتصمين هنايا لحد الان، وباقي غنعتصموا، ودمنا راه غنعطيو دمنا هنايا، غنحطوا دمنا الى الابد هنايا الى ما خديناش حقنا. وحنايا راه تحت شعار الله الوطن الملك، وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك.
عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. واحد التهديد باش يحيدوا هاد العشيشه اللي غدا يعني غدا تحميهم يعني من الامطار، ماشي ما حتى ما غاديش تحميهم حتى من الامطار الا ربما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.